الإحلال من أجل التوطين لا، الابتكار من أجل التوطين أكيد نعم. هذه بارك الله فيكم من أهم أهداف مرشحكم سلطان الصغير البلوشي، مرشح المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة أبوظبي. سلطان الصغير البلوشي رجل ناجح، كون نفسه بنفسه، اعتمد على نفسه من شيء بسيط إلى أن أصبح اليوم من أنجح رجالات الأعمال في دولة الإمارات. فتوجد عند المقدرة على الابتكار، لقد ابتكر من أول الزمان والحين ماشي ابتكاراته ومواظب وسائر عليها، فلذلك رب العالمين ميسر أموره إلى أن أصبح حاليا في مصاف الشباب المبتكرين من الثلاثة لين الخميس، من 17 لين 19 تسعة، كل يوم 12 ساعة من 10 الصبح لين 10 المساء في مقر انتخابي في فندق باب البحر الفيرمنت باب البحر، بيكون يوميا من 10 الصبح لين 10 المساء. الله الله في الرجال، ترى ابوي عنده ابتكار من أجل التوطين، هب الله رمزه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير، صباحكم خير ونور وسرور من أرض السرور والفرح والأناس والخير، يبعد عنا وعنكم كل شر وكل مكروه وكل ضر، يحافظ دارنا ودار المسلمين أجمعين يا رب العالمين، ويبارك فيكم ويطرح فيكم البركة وفي ذريتكم وفي أحفادكم في كل من تحبون وتودون، وتصلح أحوالنا وحوال المسلمين أجمعين يا رب العالمين، وتفارج بيننا وبين كل مكروه بعد السمع عن الماء، وترزجنا وترزج أمة محمد من حيث لا يحتسبون، ترزج نسبة. الله يحفظكم للي يتخبرون عن الخيل، وايد مسجات يتخبرون عن الخيل، حد في الدنيا ما يعرفه الخيل، الخيل هو الحلتيت، ما له اسم غير خيل وحلتيت، هل السعودية وهل تراب الغربي هكذا يزقرون حلتيت، لكن في الإمارات أغلبية ما سمعت حد أنا يزقر حلتيت، يزقرون العرب كله خيل، والخيل ما يحب الدخيل، يعني أي شيء ضار ما يداني يبعده، أي مكان فيه توجد فيه الخيلة يبعد عنه كل ضر وكل شر، يبعد العواجر حتى الخيل وقت السماد وقت الوادم بتسمد خلطة والخيل، يعني بزارفين يا ليل له ثلاثة تشبوا تحت ويا السماد وخلطوا وسمدوا عن العاقور عن الدود عن طحنة الزمان عن كل شيء. الخيل جيد جيد، الخيل ما شيء شراته في الدنيا العودة، خاص حتى الأدمي اليوم اللي بيحتل بيصبح الصبح بيسطع لطاسة حلول، يوم يعدي في الليل قبل الرقاد سطع حبتين لو ثلاثة على كل كبر حبة القهوة ورقد، وأصبح الصبح صب في بطن أبوي طاسة حلول، الحلول ما يكون مطبوخ فيه الخيل، بس يعتمدون على الخيل اللي في الليل قبل ما يرقد سرطها ثلاث جسرات على كبر حبة القهوة. ها شو تغدي أبوك؟ تغدي حصان تنطح اليدرات بتتعب أول يوم؟ نعم، باي صب ما في بطنك كامل لا بيخلي لك لا يرد ولا يريد، نعم يا غير بتغدي حصان وتكرر الكرة بعد 13 يوم وعقبها بعد 13 يوم، يعني 21 يوم أنت بطنك التحرى سير ما تطاح فيه إذنه، تغدي واحد غير نمونة. هي والله هذا بالنسبة للخيل للاستعمال الآدمي. الخيل عدة أنواع، شيء الجيد وشيء السيء وشيء العادي، للشيار يستعملون أبوي ما سربجي، ما تشوف حالك كيف أنت، هاي اللي تشوفونه بالكيلو هذا كيلو كامل أظن 200 ما أدري 170 سيت والله، وهاي تعاود الرش أنت، هذا رش وقائي ما عندك إصابة، وقائي كل شهر ترش مرة، ترشب والمحاصيل كلها وبالأخص النخيل لأن خلت تسبح من قمة راسه لين الأرض، كل شهرين كل ثلاثة شهور كل شهر ما بتخسر شيء زين فنان، شو المشكلة يعني؟ نحن إن شاء الله اليوم إذا الله جعلنا من الحيين بنرش النخل، والرش أنسب وقت للرش يا المغرب يا الفجر واحد من الاثنين. مبيد حشري كان أم فطري، يفضل الرش
المغرب أو الفجر، يترشي المغرب يترشي الفجر، هذا أنسب وقت. إيه أبشركم أن صلاح وصل. يا مرحبا يا مرحبا يا نعود، يا مرحبا بصلاح بن أحمد. إيه بيرن التليفون عادة. أبشروا بصلاح، يا سلام على التفزيرة. يلا بنا المسخلاف. ها صلاح، ها شو بلاك؟ رياضة اليوم، هي شيء رياضة اليوم بيونك؟ بيون الساعة 10 بعدنا الساعة عن يون. اليوم شيء رياضة دواركا؟ يسترداي دي واز رياضة؟ يسترداي يسترداي ديرز رياضة؟ لا لا بكرة بكرة حبيبي. زين ما حلو حلو بلا حلو أخف لك بعد. زعلان؟ زيارة ريال اليوم صابغين الرأس يا صلاح، معدلين الزلف معدلين الدنيا. صابغين الرأس اليوم، اليوم صابغين الرأس حبيبي. صبغ هي ما تشوف صبغ ريج. زي يلا حينه تريك له بعدك شوية. زين أحسن حبيبي. السلام عليكم. يعني هاو ار يو؟ تمام. انت الحين يعني ايش قال كيف تصور؟ كبرنا ظهرنا احنا اثنين. كل واحد كبر البيت. زين شو كلت اليوم؟ خبوس بس. هذا وين الخبوس؟ قطع صغيرون. انت ما بيعزل لك؟ لا بس. انت شو تبغى نسوي صراحه؟ اتبع. حصه ما تزعل. حصه كانت لي ياكل وايد. لا خبوس صغيرون. شو فيون زين؟ قلت لك متريج الصبح. زين ما اعرف. شو مرة واحدة بس خلص ومجلس. خلي يسوي لك فواكه. شو؟ يخلوا لك خس. مين؟ خس باسل الخس. باسل الخس. نحن. صلاح ما يبى الخس. أقولك شوف الزلف اليوم. غير تحراها. وهذا بيجاز ولا تبي؟ غير تحراها نح. صلاح أنا توني شايف إنك. مقطوع سرك في بني ياسر. لا 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 كلهم. شو شو شالت كلهم؟ عجيب. أمرك بعد غير نمونة أنت. كبير ماشي. ضعفت تراني. ايه ايه حتى صلاح لاحظ علي اني ضعفت، وانتم ما حد قال لي انك ضعفت ولا شيات. لا انا بكم حيلاكم لا تكسرون ميادي. ما واحد فيكم يتكلم كلمه طيبه كيداكم الانتقادات. صلاح اللي هو ما اللي هو في قل عرف قال اني ضعفت، وانتم ما واحد فيكم قال لي عساك على القوه الله يقويك ابو محمد على هالدبكه. الله كريم يا صلاح، نحن ما قلنا الا الله كريم والله عفوا وغفورا رحيم. امين امين بارك الله فيك. هي والله صلاح ما خلى شيء ما قاله، وانتم ما واحد فيكم قال لي مبروك الصبغ الزلف ولا ما. يلا يلا صليح. هذا حين الله يسلمكم، هذا بعد جاي لنا هديه من عند عرب. هذا حسابهم، هذا حسابهم مال الواتساب، وهذا اسمهم. عطر اظني مال فراش وعطر هذا. وين ساير؟ وين ها؟ Where are you going؟ I'm going to my dad. Thank you. هذا ابوي حين تجلب الصراي مع الاثمد. شحال صراي مع شحال خلي هني الشمس. شحال اثمد مع شحال صراي. الاثمد من مكة والصراي من شيراز. الصراي هالكبير برخص التراب 5 ربيات، هذا كله حتى 20 ربية ما استوى ويعيش ابوي 100 سنة. ثانك يو بطه. هم ضيربات هاي، ها شوفون هاي مضارب الصراي زين، وهاي المضارب الاثمد، فيحطون كل مضربين صراي عليه مضرب اثمد من اللي من مكه ويغدي هالنمونه، يغدي هالنمونة فنان وزين وتستعمله دب الحياة. المضرب الواحد كم من 3-4 سنين ما يعول. أنا بس لما البطرة قلت لهم بدلوا لي الجحال ولا جحالي رغم هذا هالأولي. حين صلاح تليفوناتي وين؟ أدور. وليش عندك تليفوناتي؟ ليش شل تليفوناتي؟ يلا يلا شوي شوي. أيوة 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 أيوة
اليوم الله يسلمكم البارحة ذبحناهن الخريفات الاثنين هذي ايات من قبل محير ما قصروا ولن ابوي للشحوم كاس يبوي للشلع وتهلعت الله يحفظكم على الكبده قلت لهم اليوم يسوون لي جلية كبدة ترى عندك وين مخلني ادوره من الصبح يا الحرامي اخ عليك ما تدينه هذا ريوق اليوم جلية جبود حد يسميها جلية وحد يسميها حمزة هذا اليوم ريوقي صراحة شوف هاي طالعني لا انا عارف مشكلة ما بمشكلة يعني ما تريد انت تريد ولا لا انا ما بسألك انت تريد ولا لا ما يدري شوف انت يا ابوي انا بشوف لك انت تبغى ولا لا لا بخلص انا ان شاء الله تروع من التصوير ما يبغى اخته اللي في امريكا تشوف النكل اي والله هاي كبدة كبدة الخريفات البارحيات معلومة عن الكبود الكب اذا انك انت وقت الخدمه كملت اكثر عن 5 دقائق على الضوء هاي بوي مات انك تغدي تيوبات شو اللي يفرق بين الكبد الترفه تغدي ترفه وتغدي هاي اللي ميطني وميطك كانك تاكل تيوبات اولا من ذبيح لذبيح يختلف هذا لا يختلف في ذلك اثنان لكن الكبد نحن قطعناها على طول كبر رايبه حطيناها في مشخله الماء من يطبخ عقيناها وظهرناها في نفس اللحظة هناك مزهب البصل شطنا البصل ويا الكبدة وعندك ودونك حطينا فلفل أسود ريحة دهنة من دهنة الخالدي ومليحة وريحة كركمان فلفل حمر وثوم شوي وشوي ونتكسبرة ونحصل مال ورق الغار مال الهندي وشوي درب معالي قلوا ثانيتين حطوه كله هنموني غدي فنان وجميل وما شيء شرات أبوي حين يحطون حق صلاح عزب ما يعورني بطني عافية لا ما خلي شوية عافية انت اني ولا شو يا ريال شوي بتعب على ثباني عليك صلاح انت ترى الحين هالريوق رقم 3 بعد واحد ابوي مشغل سايلنت ما يتنطق ولا حرف حرف ماشي ولا كلمة يتكلم يوم ياكل وصاد الطرف هذاك صراحة حبيبي هذا مش ممنوع هذا دكتور يقول زين لأنه ما في خبز ما اسمع صوتك نرد نتكلم عن موضوع الفيفاي الفيفاي اللي يزرعونه يبغون بس عندهم شير فيفاي ما يبون انتاج هذا برايهم يزرعون السنة ويأكلونه من حتى 3-4 سنين لكن أنا اللي أفهم العرب حين من كم من سنة من 5-6 سنين من طاح لسناب وأنا أرمس كل سنة 4 أو 5 وديات البذر الفيفاي إذا تبذرها بذرة هايبرت من المحسن واللي مبعود عنه مبعدين عن الأمراض ومش محسن جينيا هايبرت يعني يكون ملقح ونظيف وميوب من شركة تجارية مثل اللي في كيرلا هاي اللي أخبركم عنها واللي في أمريكا هاي يزرعون الفيفاي كتجارة الفيفاي اللي هو البابايا هذا هو ها اللي هو هذا الفيفاي هذا الفيفاي بالإنجليزي بابايا وبالعربي فيفاي حد ما أدري حد كان حد يسميه غير الله أعلم انزرعت الفيفاي فأبوي تزرعها بتيلس بحالها حال شيرة بتعمر 3-5-10 سنين لكن ما بتاكل منها فيفاي انت بتاكل فيفاي تبذر البذرة متى البذرة تبذر شهر 7 في جرين هاوس يوم بيطلع سهيل وبتبرد الدنيا في اخر شهر 10 نزلتها في الارض شد استوى ارتفاعها ما يقارب ذراع او ذراع ونص تزرعها في الارض وتاكل منها ويا تبشورة ترطب ويا الخنيزي ويا الخنيزي ما بويا الانغار ويا الخنيزي من تبش الخنيزية كلت انت من الفيفاي اللي توك زرعناه وتاكل بطريقة تاكل وتطعم يارك وصديقك وتجسم وتسوي الدنيا والدين لكن خليت ليل حول بتاخذ ربع النتيجة وخليت ليل حايلة ما بتلقط شيء فلذلك بيوم عدي حين قوة شلوا الزراعة كلها الفيفاي وخلوا مكان نظيف يتعقب يوم شهر آخر 10 نزلوا ليدي بس وين سايرين؟ الله يحفظكم. ليش أنسيت سيارتي وسخة؟ ها؟ خليك صلاح وين ساير؟ ليش السيارة وسخة؟ لا حول ولا قوة. تعال والله تي تعال.
تعال اخر افتح ثمت افتح ثمت يلا صراحة يتهندك يا ربي مك يا صلاح. اني ساير جاي ساير على المطابخ، المطابخ اليوم شيء طبخه تسويها هدى يسموها التقليه، هذا الروس والكبود والمصران والكرشة والفواد والمعلاك كل هذا ابوي يخدمونه ويوم يذبحون العرب. الكراعين المخ باكر بتسوي على الريوق، والكراعين نهار ثاني. لكن هذا الحين كله ياخذ شغله، فاذا بيلس طول الوقت عندها بياخذ وقت وايد من عندي، فلذلك انا الحين اصور متقطع لمن يجهز انزل خلاف اسرد مره واحده، انزله على السناب لكم وانزله على بالانستغرام وعسى بيطالعون بعدها باليوتيوب. ها صلاح ايش حالك؟ عرفتني؟ انا اللي تقول عني المتين في بانكوك، الحين من المتين؟ ضعفت انا. انت المتين الحين، يلا بنباكر سوي رياضه. سير ويا خالد سوي رياضه وامشي ولا تاكل خبز وايد. كل ما هو ينقال وينعد في السناب موجود ترى على اليوتيوب والانستغرام. ما في داعي ارد وعيد الحين، واحد تو يسالني بمحمد متى وقت السماد؟ متى وقت الرش؟ ومتى وقت التسميد؟ متى وقت رش الفطري؟ متى وقت رش المبيد الحشري؟ هذا كله ابوي علم كامل، الناس تكمل سنين الله يدرسونه في الجامعات، انت تباني لخصه في رساله واحده ما يستوي. فلذلك موجود ابوي اليوتيوب عني انا وعن غيري، انا طريقتي احط الاشياء المبسطه السهله، ما اجلس اتفلسف هذا الموسم الفلاني وهذا الموسم العلاني وهذا ولا لا 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 لا. تعددت الاسباب والموت واحد، من لم يمت بالسيف مات بغيره. فلذلك ابوي خوص بخوص رقعت السم خصف، يعني ايش بتسوي؟ اجلس الفلسفه هذه وين دنيك؟ هذه بين ليش تجيها هالنمونه؟ شو اللي كالف؟ فلذلك ابوي كل شيء يختص ابوي في المواضيع، من اكل ومن شرب ومن بر ومن بحر ومن جو ومن سير ومن يي ومن تغطيه من افتتاح من طيران من بحر، كل ابوي مذكور وموجود داخل الـ اليوتيوب. نعم. وحتى لو يتخبرون عن الارت كازا اللي من يوم يسويناها بالتغطيه مال السيراميك والحمامات والاشياء هاي الله يعزمك والسامعين، هذا كله موجود ابوي، موجود على الانستغرام ومرفوع على اليوتيوب. موجود عناوينها، ليش انا اجاوب هذا الولف بكم وهذا الشاورين بكم وهذا البانيو بكم وهذا المغسل بكم؟ ان شاء الله حادني. انا ساير ابوي اسوي تغطيه ارويكم المنتج، منتج فخم وفنان، لكن يبقى الانسان يتبرب، دخلوا حسابهم رمسوهم قوموا بزياره بتعرفون الهست، اني انا بقول لكم الجارنتي وبقول لكم الصناعه ومتى مخدوم وكم مديله وما ادري شو الشهريه سنت. انا ابو ان شاء الله حادني ما شيء كالف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اتقدم لكم بدعوه للحضور الى مقر الانتخابي الكائن بفندق الفيرمونت باب البحر باماره ابو ظبي، وذلك لمناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بي. مع تحياتي للجميع بالتوفيق، أخوكم سلطان الصغير محمد سيد البوشي. مرحبا. الله جعلنا من حيين إن شاء الله، إن اليوم بكون متواجد من بعد الساعة 5:30 في مقر الانتخابي للأخ العزيز سلطان الصغير البلوشي على الساعة يعني من عقب الساعة 5:30 إن شاء الله إذا الله أراد. سلطان الصغير البلوشي إن شاء الله بيكون متواجد في فندق باب البحر الفيرمونت من بعد الساعة 5 العصر. للجواب على أي استفسار أو أي سؤال يتدخل أو يتعلق في برنامجه الانتخابي، إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين إن بنشوف الجماعة اللي يبيون من بعد العصر إن شاء الله، من بعد جيلي بالمغرب يعني، وبنسولف بناخذ بنعطي وياهم بالعلوم وبنطالع نحن شو اللي يستوي شو ما يستوي. المهم بنكون موجودين وقت الحضور اللي وادم ان شاء الله. مرحبا 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 يا ابو محمد، هذا الوادي يصبح عليك. مساك الله بالخير يا ابو محمد، يسعد صباحك اخوي، شلونك طيب؟ يقول لك صباحكم صباحي والورد والميلافي. يا مرحبا والله يا مرحبا يا ابو محمد، شلونك طيب؟ الحمد لله على سلامتك، قالوا انك رحت هناك
صيد عصافير مدري وين. نسوي لك دعوه يا ابو محمد، نسوي لك دعوه على غياثي، على غياثي الغالي ما قدرت على غياثي. موفق موفق ان شاء الله، نبغاك تسير علينا طال عمرك. انا سلاح الحال او خالي سلم علي، سلم علي يا ولد ان شاء الله. محمد سلم احمد سلم على صلاح، سلم عليه ان شاء الله يا صلاح. انا احب خالد، خالد عندي هيلي بالعين شتنا خالي شتم. بارك الله فيكم. هدى مسويه تقليه مغربيه، هي عباره عن هايين ثلاث تروس، هذا تشوفونهم ثلاث تروس. ها بسم الله خطر عليه يقرب. ها فتشوتشن كل هذا مغسل ومنظف ومعدل زي ما زي الفتشوت كلهن. ها مظهور مكسرات الروس، مظهور المخ عنهن، ها واليرعوبه، كل شيء كل شيء كل شيء مظهور. ها هذا تشوفونه، ها ثلاث تروس والمخ معزول عنهن. لا هذاك ما حنحطه معاه. ما تحطين وياه؟ هذا روحه ولنا. حق باكر الريو بسويه، سامحوني. الكبود والكلى والريو والفاد وكل شيء. وهاي الكرشه، الكرشه كيف نظفتيها هدى بصوت عالي؟ ماي حار نحطها فيه ونطلعها بالسكين. زين، شلوا ابوي الفوده عنها وغدت هالنمونه، وخلاف ابوي تودنها. حطوها في ملح وليمون، شوية طحين، ليمون وملح وزنجبيل وشوية طحين رقم واحد. انزين. يعني بيالة من هذه رقم هي واحد. هي. خلاص نخليهم مدة ساعة وبعدين نغسلهم. اه، عسبتي حينة؟ عسبتي ما فيها ريحة. انزين. وحينة؟ وهذا والمكونات؟ المكونات عبارة عن عشان في ثمان حبات بصل. اثنين من هذه وراسين ثمان حبه، يعني كيلو بصل. كيلو بصل هاي. وراسين ثوم وكزبره وزيتون زيتون واللومي ماله هذا المخلل. زين، وهذا شو؟ طماطم هروس. زيت زيتون طماطم معجون. صلصل زعفران، كركم فلفل اسود، هي فلفل بارد، زنجبيل، ملح، دويمه هذه يعني مالت هذا هاي ما داني هنا، هاي دويم هاي اللي مال ماجي ونا. زين يلا شو تبتدين؟ لازم نحط زيت. الحين هذا مغسل منظف معدل ما في اي شيء. ها على ما تشوفون كودت ابوي هاي كله، هاي الكرشه فوقها الكرشه والمصران، ها كل شيء، وهاي والكبود. ها قطع باجي قطعه. جيب. زين. هذا البصل. كله عباس. يعني عباس على دباس. زين. وخلاص. الثوم. المكونات هذه بعدين. هذا خلاص. وحينة. خاشوقة كبيرة. شو هذا؟ كركم. كركم. خاشوقة ونص كركم. خاشوقة ونص فلفل اسود. انا عابرة المكونات بس. وهذا خاشوقة ونص فلفل بارد. وهذا زنجبيل. دويمة على قولتك. الزيت والاشياء هذه بعدين. هذا خلاف اول. ساعة الا ربع. ساعة الا ربع على وحينة. شو بسوي الحين؟ لازم ماي؟ ماي حار. ايه شوية عشان ما ينحط ماي زيادة. ها؟ لا حيتحط ماي زيادة بس نص ساعة ما يكون القدر مليان ماي. شوية حطيت هنا. نص الجدر. ايه ماي ساعة. نص ساعة كذا لغاية التوابل ما تطيح. ايه نص ساعة وخلاف. وخلاف نزيد عليهم الطماط اثنين حبات وكزبرة. ايه. الطماط خاشوقة وزيت زيتون بيالة واحدة بس عشان هو فيه شحوم. زين. نص ساعة. نص ساعة. يقفل عليه. ايه. بعد نص ساعة نفتحوه ونزيدوا عليه ماي، إذا كان فيه ماي نزيدوا عليه ماي، ونزيدوا الطماط والكزبرة خشوقة الطماط هذاك الثاني. نزيدوا ماي، لازم يكون فيه كمية من الماي، وبعدين لما خلاص يخلص نفتحوا هذا. عشان ينشف من الماي. واقف ما في حتى نقطة ماي. لازم يكون خلص عن الماء. خلص عن الماء، الماي عشان بس ينضى. زين. ينضى في اللحمة وهذه. بعد 10 دقائق كذا نحط اللومي هذا ونحط الزيتون والطاجين. لا اختياري هذه الاشياء اللي بيشيلوا من هنا وحط، احنا حنشيله ونحطه في طاجين. زين نحن بنصور هاي الشغله اخر شيء ان شاء الله. ثانك يو.
بعد مرور كم الحين هدى؟ نص ساعة. يلا عاد بسرعة. شو بعد؟ ما بتعاولين. يلا خلصي. اشياء ويلك. ابي ايه؟ زين. الحين شو بتسوين هدى؟ تحطين المكونات هذه اللي هي الصلصل، الطماطم المعيون، هو القصبرة. أهم شيء القصبرة. إنزين. والصلصل. إنزين. بس نقفل عليها. وهذا كي؟ زيت زيتون الحين حبيب. يلا عاد بسرعة ما بتمنى واجد. الحين زيت زيتون. إنزين. وش بسوي الحين؟ خلاص فيها هي الماء، ما حزيد ماء. الحين حنسد عليها ساعة كذا وارجع أشوف إذا اللحمة استوت، وهذه خلاص أشيل الغطاء عشان تنشف من الماء. آه يعني بتخليها حتى تقريبا نص ساعة ولا ساعة لين يوجف الماء. من يتبخر الماء تشلين وتصفين داخل الخلافية الطاجين. بنوريها ما يصير. شكرا. خلص الحين وزهبها، شو اسمه اللي داخل؟ الراس والكرشة والكبدة وكل شيء. والكراعين يعني ما بالكراعين يسمونها المطاميط وكل شيء. نشا وخلاف وصفوه في هذا الطاجين. انتروا عليه اللون، شو اسمه الحين الطبخة هذه؟ تقلية. انتروا عليه اللون الزيتون وحطوا عليه المخلل هذا، ترى هو هذا أهم شيء. بغديرك على ما تشوفون. ترافة الدنيا كلها فيه. ولذيذ غير نمونة. لكن بيني وبينكم اللذة اللي في الدنيا كلها فيه، أي شيء يتنظف وينخدم على على بطنه وظهره وغادي ها غادي أبدا كله ناضي غادي خيبة طايحة طايحة إيش قال متهتي رقم واحد فوق عن الزين زين هاي الكلى ولا والكبدة كل شيء كل شيء ظاهر فيه ما شاء الله تبارك الرحمن لازم عادي يقصر على الضوء كرشة كلها تحت خلينا نحبها عاد الكرشة اوه هذه ها يعيب الكرشي يوم الحقها شويه حريج اوه عاد هذه انا ادوخ عليها هذه اهم قطعه الكرشي يوم شويه حريج يلحقها يا سلام سلم يا سلام سلم الحين هذه تكون تحت خيبه انا عسبي يلحق شويه حريج لازم اخليه يكون تحت هذا يلا خطي 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 ابو محمد هذا الرجال مداوم ابو محمد الورد وحشني والله انا مشتاق لك انت من 6 ساعات عنده يعني الحين لو بس والله وحشني والله اشوفك ان شاء الله معك السلام عليكم يا اخوي خالد كيف حالك اليوم صراحه جايين العياده وشفنا اخونا صلاح يسلم عليك سوي له باي باي المهم يلا نص ساعه يعدل عمره عسى يصورني وهذا ابوي هذا سيفوه هذا خلاجينا ايش حالك والله الحمد لله كيف انت شو حتى عدي شي راسك والله من الرياضه ركض شوي وهاي الشاب منوني وياك دوره هذا محمد الكعبي وهذاك فهيم العامري فهيم يا سلام ما شاء الله عليهم كلكم عمالقه طالع مصغرون عدالهم طاب الله عليكم ما شاء الله عليكم اي والله الله يسر الامور بدايه الرحمن شيء طبيعي نحن الله يحفظكم في مدخل فندق الفيرمنت باب البحر كم شيء عرس في الفندق وبعد انه شيء عرس حد من الجاليه الاوروبيه لكن عده لا اشوف مجهوين ولا اشوف شيء ولا هم مكلف ولا حد يهيل ولا حد يلولش ابوكم ما رمت سيل لا شرق ولا غرب ما رمت شرج ولا رمت غرب المنظر روحه هذا سمعتوه بالمنظر اللي يأسرك هذا هو المنظر اللي يأسرك موجود عمار يا دار الطيبين عمار يا دار ليواد عمار يا دار الفلاحي عمار يا دار الزينة عمار يا دار الكرام حافظ عليك من دار عمار يا بلادي يا الله انك تحفظها من دار وتبارك فيها وتطرح البركه بحكامها اولياء عهودها
وتحافظ نساهم ورجالهم صغارهم وكبارهم وشعب دولة الإمارات من الفجيرة لبوظبي ولي خارج الدولة ولي داخل الدولة، إنك تحافظهم يا رب العالمين. لومنا في حبها من دار، لومنا في حبها، حبيناها الأول يوم كل 10 بيوت على في في على في في فريج وكل 20 بيت في فريج، ما نحبها الحين عقب ما عمرت، عقب ما عمرت الدار وغدت دار ما شرت دار في الدنيا، حد يروم يصبر عنها هالدار؟ ما ينصبر عنها، ما ينصبر عنها ولا منها ولا نلقط ثيابك اللي على ينبك تشريك، ثيابك اللي على ينبك تشريك، وهالدار ابوي ما يشريك اللي يلس فيها، اللي يلس فيها روح تطول العمر. زينها من دار سفرت وامطرت وانورت، والجقارة وين سايرة؟ هذا اللي يشوفك لا اللي يشوفني يشوفك ما بقدر يسلمك ما بويك بودر الجقارة بويك ام رحمة ملايين ايش حالك الله يسلم يسلمك شو الاخبار كيف انت اليوم انا سعيد جدا جدا اكبر لي الشرف شرف اني لقيت هالشخص والله مرحبا اللي كنا نقتدي به واللي كله يرشدنا كشبابنا وعيالنا وبناتنا في خدمة وطن المركة. وفي خدمة والدينهم في شيء إذا مثل مثل هذا نواية ثاني مرة لا بعد. خلينا ما يعني يبدأ وداك لا خلينا لا خلينا لا منك ولا في ولا من مرباك الله يحفظك لا شو اسمك انت ما عاد يحتاج خلاص سلمنا عليك يكفينا شوف انت يعلى الله يحفظك وصلنا الله يحفظكم المغرب الانتخابي لمرشحكم سلطان الصغير لبلوشي 152 مرشح عن إمارة أبوظبي سلطان الصغير مرحبا السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله مرشحنا رقم 152 الله يطول كيف حالك كيف خير الله يطول الله يسلمك يعني. من هالشباب الفنانين هالشباب منو هالفنانة كلها هاي ابو كزقرتي على الله يحافظهم ما شاء الله تبارك الرحمن عيني عليهم بارده كيف حالك والله بخير كيف انت يا شيخ صحتك الله يطول في عمرك على هالتعب الله يطول ترتيبكم زين وفنان ومكانكم وذف الله مكانكم خفيف رقم واحد طبعا طال عمرك بوجودك بوجود الشباب كلهم الله يطول في عمرك ان شاء الله ابو محمد كيف حالك تبني اسمعك تسال بوغيث سؤال غريب يا ليت تفهم تعيد لو سمحت اسال بوغيث تخبره شوف خطتك لما قلت لا للاحلال نعم للابتكار نبغي توصل لان الفكره هاي في راسك ما فهمناها بالضبط كيف تفضل بوغيث الفكره طال عمرك هذه ابو محمد تكون او تمحور على ان ابتكار جديد في عالم التوظيف من اجل خلق وظائف جديده في سوق العمل نحن عندنا اليوم عدد كبير من المنشآت في القطاع الخاص وتعتبر هذه المنشآت أبو محمد عددها يتعدى 300,000 شركة في دولة الإمارات الدراسة اللي احنا عملناها عملنا دراسة لل 300,000 منشأة بالقطاع الخاص وخلقنا وظيفة المنسق الحكومي المواطن يكون مسؤول عن 10 شركات المواطن يكون مسؤول عن 10 شركات العشر شركات هذيلا يوصلهن إلى معدلات جودة عالية من حيث التنسيق مع الحكومة بالأمور المتعلقة من حيث الجودة من حيث الأمور المعايير الحكومية الأمور الضريبية وطبعا المواطن هني في وظيفة المنسق الحكومي أبو محمد يخضع إلى دورة الدورة هاي مدتها 6 أشهر الدورة هاي مدتها 3 أشهر ياخذ فيها كل المفاهيم أو كل التدريبات اللي تأهل أن يكون منسق حكومي مستطيع أنه يعمل على 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 رفع معدلات الجودة المنسق الحكومي بال300,000 شركة الموجودة نستطيع أن نخلق إلى 33,800 وظيفة أبو محمد ما شاء الله نعم والعدد هذا ما هو بسيط لأن الرواتب الرواتب بتكون من 20,000 وما فوق وطبعا هذه الكوادر الوطنية ستدار من قبل شركات توظيف وشركات التوظيف هذه أيضا بكوادر وطنية مستشارين وإداريين في جميع تلك المحاور
طبعا هني يحق للقطاع الحكومي اعطاء المهام التي يرتئي اليها الحكومه الى هذه المؤسسات تقوم بتدريب ايضا الكوادر هاي. يعني انت تكلمت الحين مضيف عن وظيفه واحده اللي هو المنسق الحكومي. نعم. اليوم نحن نطمح الى ان برامج التوطين يعني تكون وظيفه مختلفه، يعني انت تبغى منسق حكومي ل 33,000 شركه، فهل كل شركه خاصه ممكن تقبل ان يكون عندها منسق حكومي او عندها الامكانيه انها توظفه براتب وتدربه وتاهله؟ براشد المنسق الحكومي هو مسؤول عن تلك المؤسسات اللي بتندرج تحته. اليوم انت عارف اذا نحن جينا ووظفنا فيها القطاع الخاص للمؤسسات ما تستطيع تدفع الرواتب العالية، ولكن اذا عملنا عملية شراكة بين المؤسسات اللي هي تستقطع منها الراتب اللي يذهب الى برنامج المنسق الحكومي، بعد ما تجمع الرواتب هذيلا يصل راتب الموظف عالي ويكون في شراكة. مهني شراكة بين تقصد القطاع الخاص والقطاع الحكومي؟ والقطاع الحكومي، لأن طال عمرك القطاع الخاص يفرض عليه، لنأخذ فئة بسيطة يعني. اليوم أنت عندك فئة مؤسسات صغيرة، نعم، وفي متوسطة وفي مؤسسات اللي هي الكبرى. المؤسسات خلنا احنا على المتوسطة والصغيرة. الصغيرة اليوم نحن بنحط عليها ناقشنا في موضوع، انت طرحت موضوع صراحة انا احس انه موضوع في محله. اليوم انت تكلمت عن ساعة السعادة للموظفين. نحن نعرف ان في بعض المؤسسات الحكومية تعطي ساعة السعادة للموظف المتميز. اليوم انت الطالب ساعة السعادة لكل الموظفين على اعتبار انه ممكن يسوي فيها رياضة، يوفر على تكاليف وفواتير الصحة بشكل عام على القطاع الحكومي، يقلل من العمليات اللي الناس اليوم ممكن تسوي عمليات تلجأ انها تقص او غيره اساس تخفيف الوزن. فممكن تطرح هذا الموضوع يعني تسمعنا يعني نعرف شو تفاصيل هذا المحور. هذا المحور هو يتعلق براشد بصحة الإنسان أولا، وبعدين برفع معدلات الكفاءة ومعدلات الصحة العامة. اليوم أنت طال عمرك يعني الموظفين يحق لهم أن يكون عندهم ساعة السعادة هاي يمارسون فيها الرياضة، وأنا اقترحت أن تكون في ثلاث ساعات أعتقد أنها كفيلة بأنها ترفع معدل نشاط ومعدل صحة الفرد ومعدل حتى إنتاجية الفرد. اليوم لا تنسى أن الرياضة أصبحت شيء مهم وتوعوي في مجتمعنا الحبيب، وينادي به جميع قاداتنا بأن نحن نكون شعب رياضي، وهذا الشيء والجسم السليم طبعا مطلوب. نعم، لأن طال عمرك اليوم العقل السليم يتواجد في الجسم السليم، ونحن نطمح أن يكون عندنا ثقافة رياضية بأسلوب جديد في مؤسساتنا الحكومية، ونهدف إلى أن ندعم الموضوع هذا إن شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق يا ابو قيه. الله يطول لي في عمرك يا ابو محمد، وايد خذنا من وقتك. الله يطول عمرك يا مرحبا بك يا ابو محمد. الله يبارك في حياتك يا ابو عمرك ان شاء الله، وبيض الله وجه الجماعه اللي حضروا، جزاهم الله، ونتمنى ان الحضور يزيد بعد الايام المقبله ان شاء الله، لان ابشرك محبينك وايدين. الله يطول فيك. نعم، كل يشكر عليك، الله يطول، كل يثني. نعم، الله يبارك. ونحن بعد عندنا البرنامج اللي هو ان شاء الله باكر بنناقش برنامج الدعم الاجتماعي إن شاء الله لكبار المواطنين والمتقاعدين، وأيضا بطرح جديد والأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم. نعم، وحتى اللي هم المنتسبين في الخدمة الوطنية. نعم، من المتزوجين ما شاء الله. إن شاء الله عندنا برنامج بكرة يا أبو محمد بنناقشه بطريقة مبتكرة جديدة، وبتنال إن شاء الله إعجاب الجميع إن شاء الله. الله يستر أمورك. الهدف أبو محمد نقل الصورة بأسلوب إن شاء الله يعجب في أبو محمد، نقل الصورة بأسلوب يعجب الناس وينال إعجابهم. والهدف الأول والأخير اللي هو معا لإسعاد وطن يا طويل العمر. بارك الله في حياتك. الله يطول في عمرك. تسلم يا أبو. يا مرحبا. اسمك؟ أحمد. لا، كامل أحمد عبد العزيز عبد الحكيم البلوشي. والله والنعم. أي صح؟ عليك زود داخل سابق. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا أبو شهاب. هذا اللي يقول لك اللي يبى الصلاة ما تفوته، اللي يبى الصلاة ما تفوته، ومن بغى شيء ودر شيء، ما بالك منسق الشيء كله، منسق مواعيده،
رب العالمين بيسر امورك. ما ودرت التمرين. تمرين؟ شو التمرين؟ ايه ما ودرت. السبب شو؟ انه عندي الله يسلمكم سيرة تحيشو باكر عندي شغل في دبي الساعة 8 وعندي شغل الساعة 11 وعندي طالة عماركم عندي الله يحفظكم الساعة كيف السلام كيف حالك كابتن وعندي الله يحفظكم الساعة 4 العصر يعني ثلاث أماكن بكرة بقوم بزيارتها في دبي وبضوي بضبي إن شاء الله وبسرح بكرة سرحة وضبي دبي بسرحها سرحة بوني ناوي أسري الليلة لكن سبحان الله ما ضبي وحيد الوقت كان كان إن شاء الله أن بكرة بتكسر منه المهم بنسوي أقولكم أنت ولد حمد علي. نعم. حمد علي عاد منو؟ علي والد وصديقي. أنت تعرف أكثر عني. إنزين. خبرهم منو حمد علي؟ حمد علي الله يسلمكم أول مذيع نشرة أخبار إماراتي مستشار زايد الله يرحمه الإعلامي وصديق محمد. إيه والله يزيد من الوقت. سلم على الوالد سلام كثير. الله يحفظك. How are you? I am very sorry about today. I'm late about how many minutes? No, it's no problem. 18 minutes. That means you're gonna work harder. But I was very busy. It's okay. Thank you very much, Captain. Sorry. What are we going to do? We're gonna go lower body, core, and chest. We're gonna go some cardio. So Inshallah. Yeah. Thank you, Captain. عجلة عجلة. حبي صار وحد. شوف أقول كل قسم له شيء، كل مكان له شيء، وهذا متفاجئ لي أنا. كابتن 15 تايمز ناو 14 لاست وان 15 جود تجهز اغلبيتها كلها تبع ريول ها كلها ريول احنا الطرف هذا شيء متعب متعب تمرين الريل يعني من ما يكون لكن وايد ضروري الواحد اهم شيء عندك شفتوا اساس البنايه اساس البنايه اذا انك ما تحط القواعد صح مهما تصير فوق لازم بتدايع البناية بطيح بطيح خر لا بد ولا عذر أهم ما في جسم الإنسان ريوله قوة الريول قوة كل شيء لكنك أنت بتغدي مترهدي وتحت الريول متخشولات شو خانك مالك خانك أنتم حياتكم كابتن بليز حياتك شفت سيارة بدون توايد شفت عمارة بدون عمدان استوي Thank you, Captain. Thank you very much. Welcome. Very little work. Alhamdulillah. Strong. Thank you. Strong. Hey, well. يكون في التمرين من اب العود ان شاء الله عليه جود كابتن ما شاء الله هاو ار يو اي ام فاين كابتن جود ما شاء الله فيري جود يلا وين دو يو ثينك كابتن وين دو يو ثينك اي ويل هاف سكس باك و ترين وذ مي لوك سكس باك لوك سكس باك ما شاء الله عليه وين اي ويل بي لايك ذات افتر هاو ماني ييرز ييرز نو اني مانث كوميتمنت فود مانث تو بي لايك ذات ان شاء الله ثانك يو كابتن اي والله يا ابو فود الفود غرب الله الفود نحن شم هلكنا وشم عذبنا وشم غرب لنا وشو مازر المستشفيات مازر المستشفيات معذب الدخاتر الفود غرب الله الفود الفود اللي لاعب في العرب وحد يلقط الدوره منه فوازه طويله العريضه اللي اربع تنفار ما يشلونها ابوي هذه من عمات حرمه ولدنا انزين هذا عب برد عليه هذا خلاص برد عليه هالدنيا هاي وهذه الله يسلك بعد هالبازة الطويلة العريضة طول لازمها شو عدالها بلاد من كبرها شكرا يا يدها
هذا يد حرمة ولدنا عبد الله الكعبي. شكرا جزيلا ونرد لكم اياها في الافراح والليالي الملاح وكل شيء. وهذا اللي تشوفونها الدنيا كلها وين جاي ابويا من عمان، جاي ابويا من اخي العزيز الفاضل الاستاذ عايض بمبارك عايض البريكي من حلوة المزون، من حلوة المزون، مزون الحلوة هذا يا من عندهم. هذا تشوفون اللي جاي من عندهم، هذا تشوفون اشكال وين واحد طاولة هاي روحها، يعني اشياء جميلة، يعني ديزاينات مسوين حلوة. يلا يحفظكم امور عايض لديدة، هاي مسولهن صغيرونات بعد غير، كل صينية فيها أربع نمونات، بدل ما الواحد ياخذ من الكبار ياخذ من الصغار، أظني هذا على حسب الطلب، كان على حسب الطلب. شيء منهن هاي الكبار الأوليات، شيء أمهات هنتين وشيء أمهات أربع، هاي اللي هناك أمهات أربع للهدايا للي بيوديهن حق سفر ولا شيات. بارك الله لكم في لا هي والله هيك هاي، بارك الله لكم في الموهوب وشكرا، شكرتم الواهب وبلغ أشده ورزقكم بره. شكرا يا أبو مبارك، شكرا يا عايض بريكي طال عمرك.